اندونيسيا في دقيقة، سلسلة جديدة هحاول اعملها اتكلم فيها عن اندونيسيا، كل الحاجات الغريبة الموجودة، العادات والتقاليد، الاماكن، الاكل، وبرضو انتوا لو عندكم فضول على حاجة معينة تقدروا تقولولي وانا احاول اوصلها. فشوفكم في دقيقة. ودلوقتي هنبدأ في اهم شارع في المدينة اللي انا فيها يوجياكرتا، هو شارع مالي بورو. ليه مالي بورو من اهم الشوارع؟ مالي بورو في مزج كده ما بين الحاضر والماضي، لانه في اماكن تاريخيه، في نفس الوقت هو شارع للتسوق. اما بقى المحل اللي احنا فيه النهارده هو اسمه حمزه باتيك، وهو في كل السوفينيرز وفي كل حاجه، ومكان تقليدي جدا. اللي شفتوه ده مسجد لسه مبني جديد، يعني على الطراز الصيني. قولي لنا انت جبت الشنطه بكام؟ 50,000. كانت بكام؟ 80، جبتها ب 50 مشترطي. وبكده اليوم يكون خلص، نشوفكم في دقيقه جديده.